السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج شاهد على العصر، حيث نواصل الاستماع إلى شهادة السيد أحمد بن نور مدير الأمن والمخابرات التونسي الأسبق. سيد أحمد، مرحبا بك. شكرا. كانت وسيلة بن عمار عشيقة للحبيب بورقيبة منذ العام 1942، رغم أنها كانت متزوجة، هو أيضا كان متزوجا من ماتيلد الفرنسية التي ولدت له ابنه الحبيب، وكانت ماتيلد أكبر منه ب12 عاما. صح. كانت ترفض الطلاق منه حينما أصبح رئيسا لتونس بعد ذلك، وحاول أن يطلقها ويتزوج من وسيلة، ولكن القانون الذي وضعه هو بمنع تعدد الزوجات منعه أن يتزوج من وسيلة قبل أن يطلق ماتيلد في العام 61، 21 يوليو 61، وافقت ماتيلد على الطلاق وطلقها، وأعاد يعد جلس يعد الآن للزواج من عشيقة العمر وسيلة بن عمار. زواجه من وسيلة كان في العام 62، في 12 أفريل 62، كان هو في 62 وكانت هي في 50. في 50، صح. ما الذي بقي لديها من بريق الأنوثة وهي في 50؟ والله علاش إذا كان حاليا المرأة في 50 أصلا يقعد لها معناها شيء من الأنوثة. أنت كنت تعرفها؟ هي الحقيقة كانت جد معناها معروفة بالأنوثة والفدلكة وخفة الروح وخفة النفس. يعني لم تكن مجرد امرأة فقط؟ لا، مش عادية. لا، مش مرأة عادية، مرأة حقيقة ذكية، وحقيقة مرأة جلسة معها قصيرة وجلستها نكت، ومهتمة بكل شيء، بالسياسة، بالثقافة، بالفن، بكل شيء، وعندها حب الاطلاع. حضورها كان طاغيا؟ كانت عندها حضور أساسي. كانت تأسر الرجال بحضورها؟ والله كان برقيبة هو متعلق بها الحقيقة، كان متعلق بها كثير. برقيبة كان يحبها ومتعلق بها، وحتى يحبها كيف تعارضوا هو. من الأشياء اللي ممكن زاد حبها من أجلهم، يعني عندها شخصيتها معه. أنتي أنا أتذكر أنا كان لها تأثير طاغي عليه. طاغي لا، في الأمور الأساسية لا، أكد لك، في الأمور الأساسية، في تمشياته الأساسية، في الاختيارات الأساسية كانت هي مواكبته، في الأسفل مواكبته كانت تمشي معه. في أمور جزئية يمكن تطرح الأمور جزئية، شاركت الحقيقة، كانت تعطيه معلومات، مثلا وقت التعاضد تخبروا بالتململ الرأي العام بأن الرأي العام رافض هالتجربة الاشتراكية، تعطيه بعدة معطيات، تعطيه عدة أمثلة تحكي له. ولكن الاختيارات الأساسية كان بورقيبة حريص أن يطبق اختياراته هو. ما الذي كان يعنيه زواج بورقيبة عن وسيلة بن عمار؟ والله أول شيء من ناحية النفسانية والشخصية، هو الحقيقة يشعر نفسه محروم من الحياة، ما تزوجش بطريقة معناها تمكنه باش يعيش سعيد. زوجته تقول له يحترمها، يقدرها، شاركت معه في النضال، ولكن ما كانش سعيد. يظهر عازم. وقت اللي اكتشف وسيلة حبها وأصبح حقيقة شغوف بحبها، حتى من جملة كتب لها رسالة قالها أنا جاي راني رسائلك نحتفظ بهم، ورسائلك معناها كذا، ويجب نستعرف لهذا الحب، هذا حب طاهر، حب كذا وكذا، ومستعد. ممكن هذه رسالة مش ما شفتهاش، أنا قالوا لي عليها أنه مستعد باش يغادر الحقل السياسي إذا كان يجب يختار بينه وبين السياسة. هل منح هذا الجواز وسيلة أيضا سلطات أكبر في إدارة الدولة التونسية؟ والله ممنحها حتى سلطة أكبر، هي ما تأثيرها هي وشخصيتها ومحبة بورقيبة لها جعلها تلعب الدور اللي لعبته، لأنه كان بورقيبة عطيها ثقة وكان يسمحها. وكما قلت لك، كان بورقيبة يسمح حتى الرأي المخالف يعجبه فيها، أنه هي مخالفة رأيه. قداش المرة أمامي تحدث وكذا وتعطيه رأي مخالف، فيسمحها، ما يعلقش عليه أو يعلق عليه يقول لها ليش موافقك في هذا، ولكن تحكي معاه وتتحدث معاه وتتجاسر تتحدث معه. فكان هو حريص أن يسمعها، كان حريص ويسمع، هو حريص يسمع كل الناس اللي ممكن يجيبوا له أفكار جديدة وتحليل جديدة وتحليل ما هيش عادية، فكان حريص يسمعها هو شخصيا. لكن لم يكن حضورها لدى بورقيبة فقط في سرير الزوجية، وإنما أيضا في سرير السلطة كما يقال.
والله السلطة بتاعت الحال كانت هي عندها تأثير بتاعت الحال، عندها أصدقائها وعندها كذا، ولكن السلطة هي مع وكان مع لها رجالها داخل قصر قرطاج من الوزراء، عندها أصدقاء مثلا كان معروفين بعلاقتها بهم، مثلا الطيب المهيري كان معروف عنده علاقة، الطيب المهيري، الطيب المهيري وزير الداخلية الذي رتب الزواج ورتب كثيرا من الأمور وصنع تحالفا يقال هو الأوثق بين سياسي وبين زوجة بورقيبة. ماذا تعرف عن الطيب المهيري؟ والله المعروف عنه أنه أولا شارك في الكفاح، أنه محامي كان ناشط، كان مناظر دستوري ناشط، ومعناها متشبث بقناعاته الدستورية، كان مع بورقيبة وفي إلى الغاية، وكان حريص على أن الحزب يكون عنده رسالة حتى بعد الاستقلال، في فترة الاستقلال تنظيم الحزب وكذا كان عنده هو رأي في الموضوع، فكان محترم لدى المناظرين ومعروف بشدته بقناعاته بذكائه بانقطاعه للعمل، يخدم 20 ساعة و 25 ساعة في النهار بغير مشكل، فهذا المعروف عليه، وأنه رجل دولة ورجل سلطة ورجل ملعب متجذر فيه الحزبية والدستورية ووفي إلى بورقيبة، هذا المعروف عليه. ماذا تعرف عن تحالفه مع وسيلة؟ والله ما أعرف شيء، لأن الفترة أنا قبل هو توفى عام 65 الله يرحمه، صح، في جون 65، وأنا ما كنتش عندي علاقة به، ما قابلته مرة في الحزب ولا مرتين، ما عنديش علاقة، ما كنتش. الملفات التي اطلعت عليها بعد ذلك لم تنبئك عن شيء؟ لا، لم تنبئ حتى شيء، لأنه علاقته علاقة شخصية مع وسيلة، مش علاقة تاع السلطة، ولا علاقة شخصية، أولا ساعة يحترمها، وهو اللي في خطابه يوم الزواج أعلن الكلمة ذيك الماجدة، أول شخصية تونسية تسمي ماجدة بورقيبة. بورقيبة منح وسيلة السلطة والجاه والمال أيضا، فما الذي منحته وسيلة لبورقيبة؟ والله أول ساعة كان يحبها هو، ما كانش يحسب، الإنسان يحب شخص ما كانش يحسب بورقيبة، ما عندوش حساب ولا المال، ما عندوش مال بورقيبة أكثر من اللزوم، بل بالعكس ما نتصورش يعطاها مال، أعطاها مال أكثر من اللزوم، ولا بعد الحالة جابها حاجيات، كانت معطاءة وتنفق بلا حدود. لا 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 لا، مستحيل، لا مستحيل تنفق على شكون؟ ليش؟ أوه، في رحلاتها لا سيما في السنوات الأخيرة، وفي ذهابها ومجيئها، على مجوهراتها وعلى ملابسها وعلى أناقتها. ما نحبش نحكي لك أسرار، لأنه من نضيعش أسرار، ما نحبش، لكن والله عيشتها قعدت باقية كالمرأة المحافظة اللي عايشة بتستر، وعايشة بطريقة ما هيش لا فيها إسراف أكثر من اللازم، مرت رئيس الجمهورية عندها بتاعت حال متطلبات في اللبس وفي كذا، لكن بدون الأشياء اللي يقول عليها، ما كانش عنده الرئيس بورقيبة. بورقيبة أنا أتذكر أنا مرة مسافرة قلت له عمل لها سك ألف دينار، قلت له شو ألف دينار؟ ما يعرفش قيمة الفلوس هو نفسه، ذكرك الدنيا كلها عنده، مش مهم هو نفسه اللي عايزه بيجيله، مش مصرف البلد بفلوسها، لا 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 لا، بسلطانها، مش مصرف، مش انسان مصرف، ولا يحب هو بيصرف ايه، حريص هو بيصرف، هو الرئيس بيطلع من جيبه يصرف، والله حريص، وزارة المالية بتصرف، يا سي احمد حريص على اموال الدولة، والله انا والي في السوسة وقال لي القصر هذا نسيت وقت اللي تبنى، وانا وقت عندي مشاكل صحية نسيت المطبخ، ننزلوا جميعا نتفرجوا، فنزلنا يلقى في المطبخ يطبخوا الشغالين مقارونة وكذا، هل ليش الأكل كل هذا؟ ترى أنا زوجتي، وليش وشكون يتغدى بحذايا؟ ليش الإسراف؟ فوسيلة ما كانت موجودة، جاءت وسيلة قالت له، قالت ليش الإسراف؟ وشفت الطبخ هذا كبير كثير، علاش هذا الكل؟ هذه على حساب الدولة، والله هكا. قلت له بلاتي، وبكره كيف تقول لجماعتك تاع المستير يجوا يسلموا عليك، يقولوا يجوا تقعدوا تغداوا، شنو نجيب لهم انا؟ ولهذا كان حريص، والله مش بس هو الدولة كل عذمته، هو يعرف الدولة عذمته، يعرف ما يرفضولوش طلباته، اما طلباته محدودة. هل صحيح ان صور وسيلة كانت تعلق الى جوار صور بورقيبة في البنايات والادارات والمؤسسات؟ لا 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 لا، ابدا، مستحيل، هذه مستحيلة، مستحيلة. وسيلة لم تدخل وحدها إلى قصر قرطاج، وإنما عائلتها دخلت معها أيضا، المنذر بن عمار لعب دورا أساسيا في السياسة، ما طبيعة ما تعرفه عن دور المنذر بن عمار؟ والله هو أخوها بتاعت الحال، كانت تحترمه كثير، كانت تأخو في رأيه، كانت تستشيره،
هو أصبح وزير، كان سفير، كان رئيس أول رئيس ديوان تاع بورقيبة 56، وبعد مشى سفير في روما، بعد نقل سفير في ألمانيا، وبعد رجع لتونس سماه بورقيبة عينه وزير صحة وشؤون اجتماعية، بعد عينه وزير الاجتماعية والشباب والرياضة، بعد أصبح وزير الشباب والسياحة، في عام 70 انسحب. خلاص اكتفى بما كونه؟ لا كونه ما نعرف هو وزير شو كان ياخذ في 500 دينار في الشهر. لا هو الوزير بياخذ راتب الوزير بس. باش عنده هكا هو مثلا دخل بعدين عمل بزنس ممكن عمل ممكن شركات، هذا حق من العقود. منين ده؟ من شو منين؟ من ال 500 دينار اللي كان بياخذ. شركات اصبح وسيط ممكن تاع شركات، تصور هذا مش بالدولة، مش بالدولة. الدولة ما عندهاش عنده يعني هم اللي قاعدين يحكموا الوقت وبيثروا. بيثروا من الدولة فقط ولا من أصبحت الوكالات وغيرها من الأشياء هي مصدر أساسي، وأراضي الدولة وغيرها هي مصدر أساسي لل... 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 طيب. للثروة والسلطة. ولكن بصفة عامة وقت بورقيبة يا شيخ، وقت بورقيبة سي أحمد، كانوا المسؤولين حريصين على بعض مبادئ أساسية في الإثراء، بعض مبادئ أساسية. بورقيبة سمح في نظامه بطبقة برجوازية جديدة من الفاسدين من رجال السلطة. اي والله بي ما كانش في عملية إثراء فاحش كانت بتتم. ما تقوليش لا او انت عندك الملفات. يعني يعني انت بتدلي بهذه الشهادة بأمانة وصدق. اي بأمانة وصدق. وانا يعني اقدر قبولك بعد فترة من المحاولات معك، قبولك ان تقول هذا، وأنت وعدت أن تقول ما عندك إلى الناس. أيه. فقل ما عندك إلى الناس. أيه. للأمانة وللتاريخ، وهذا حق. أيه. التوانسة. أيه. وحق الشعب التونسي وحق الشعوب العربية. شوف سي أحمد، قل لي أولاً سعى عليها. أولاً بورقيبة كان حريص عليها، حريص على أنه الدولة تكون نظيفة أو الإطارات يشتغلوا فيها نظيفة. حتى بالجملة في عام 69 توقفت التجربة الاشتراكية، فباش كون اقترح عليه نعملوا محكمة. من أين لك هذا؟ من الذين أثروا. عاش كل وقت اقترح عليه، أنا مش مسؤول معه وقتها. أما بلغني اللي بورقيبة قال له محكمة هذه ليش يا سيدي؟ كل إنسان تلقاه متلبس بجريمة الفساد والإثراء الفاحش، هات نوع العدالة. أما كي نخلقوا محكمة ونعملوا حولها دعاية وكذا، هل في حد النظام كله كان فاسد؟ هل في حد، هل في حد من هؤلاء الذين أثروا من الثراء الفاحش حكم في عهد بورقيبة؟ ما فيش حد. لا ما في حد. ما في حد. ما في حد. وكان الثراء الفاحش يتم والفساد كان يتم بشكل متدرج. إيه. والله قاعد نفكر توا معاك توا حاليا، نفكر بصوت عالي، نفكر في الشخصية اللي أثرت حول بورقيبة، أثرت إثراء فاحش. مفتش عليها أنا. التقارير الآن كلها تتحدث عن أن ثروة تونس أصبحت في يد ثلاث أو أربع عائلات فقط. وقتش حاليا. حاليا ما هو ده افراز، ما عنده حتى علاقه افراز للبذور اللي وضعها بورقيبة. لا طيب، لكن ما عنده حتى علاقه بالماضي. لا ازاي؟ لانه بورقيبة كي يسمع حاضر تونس الان هو افراز لماضيها ولتلك الايام. طيب التي صنعها بورقيبة وللنظام الذي وضعه وللرجال الذين جاء بهم. صح، فما مسؤوليه، ولكن في قطيعه بين الاشياء والاجراءات والتقاليد اللي كانت موجوده وقت بورقيبة والان. سناتي بالتفصيل لهذا. انت في العالم شخصيا كنت سمحت تفضل. كنت انا شخصيا نسمع ساعات اسمع بنت اخته سعيد اساسي، اخذت رخصه سعيد اساسي سناتي له، فيزعل عليها ويقول على العويت الكاتب، يقول له جيبها لي، ليش تاخذ في رخصه؟ مو عندها باش تعيش ولا صار يشتغل. معناها كان حريص على سمعه عائلته سمعه امور. سامحني، أنت في العام 62 كنت قد أنهيت دراسة الحقوق في الجامعة، عينت مستشارا مكلفا لدى الحزب الدستوري الحاكم. بورقيبة في العام 61 تجربتك أنت كانت في اتحاد الطلبة، لكن الطاهر بلخوجة الذي كان أمينا عاما لاتحاد الطلبة يقول أن بورقيبة ألغى في العام 61 تجربة اتحاد الطلبة، لأنه كان يضيق ذرعا وكان يعتبر أن موضوع الطلبة دورهم انتهى خلاص بالاستقلال. لا ما رهش في 61 بقي باقي اتحاد الطلبة شكليا الى اليوم. لا يعني لا في لا تونس. لا لا، اتحاد الطلبة بقي واصل نشاطه بكل نجاعه حتى العام 70. في عام 70 وقع مؤتمر في قربة، وقع انشقاق كبير بين الدستوريين واليساريين، وانشق الاتحاد وضعف الاتحاد من عام 70. لكن في العام 61 كانت الضربة الأولى، 61 الضربة الأولى للاتحاد ولقوته وهيمنته. مش بورقيبة، كان الضربة الأولى أنا وقت سامخوجة خرج مشى وأصبح سفير قائم بالأعمال في ماليز وبعد سفير في دكا،
وكان الأمين العام محمد الصياح 60-61 أنا كنت معه مساعد. كانت عندنا مشكلة مع اليسار، كان وقتها كانت تذكر عامتها في فيفري 21 فيفري نظن، وقع اغتيال هامرشولد الأمين العام الأمم المتحدة في الطائرة وقتها سقطت في الكونغو فهذا خلق مشكلة كبيرة وقتها، مظاهرات ومظاهرات وكذا، فوقعت لنا أزمة داخل الاتحاد، ما فيهاش اتحاد. عملنا مؤتمر بتاعنا 61 وعودنا ترشحنا ونجحنا، ونجح أبو عبد الصياح ونجحت أنا معاه حتى عام 62 خرجنا من الاتحاد، والاتحاد مواصل نشاطه، وكنا نقابله في بورقيبة، نقابله في الرئيس، استدعينا ساعات للعشاء، استدعي المكتب التنفيذي 4 و5 كان يدعونا نتعشى عنده ويحكينا كل أمور الدولة، كان حريص باش يسمعنا وباش يلتقي بالطلبة ويسمعهم، وخاصة يوجه رسائل متعددة. أنت تعيش هنا في فرنسا، واتحادات الطلبة في الدول الغربية وفي الجامعات الغربية هي الوعاء الأساسي لتكوين الحكام المستقبلين ومن يديرون الدول. في العالم العربي قضت معظم الدول على اتحادات الطلبة وعلى نفوذها ووجودها، بعدما كان الطلبة يلعبون الدور الأساسي في الحراك السياسي الذي كان موجودا. ما هو سر العداء بين الأنظمة الدكتاتورية في العالم العربي وبين اتحادات الطلبة؟ أنا يترأني أنا الحيوية الفكرية اللي تميز بها الطالب والطالبة بصفة عامة، وكيف يكون تجمع طالبي قادر باش يزعزع شوية الأنظمة، وباش يخلق معناها باش يخلق كيفاش يقولوها موازين قوى، ويأثر على الصحافة ويأثر على الجامعة ويأثر على كذا. فالأنظمة الدكتاتورية ما عندها فايدة باش الحركة الطلابية تزدهر وتتطور وكذا، بخلاف ورقيبة ما كانش متقلق من هذا، بالعكس كان كل مرة يقبل المؤتمر بكامله 250-300 نائب في المؤتمر، لأن كلكم أعضاء في الحزب الدستوري ما حدش بيعرضه. لا 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 كنا حساسيات، لا كنا حساسيات، كانوا شيوعيين بعثيين قوميين عرب ماركسيين صينيين ماركسيين متطرفين، وكنا نوصلوا. بدأ يضيق ذرعا بكل ذلك بعد ذلك، وانتهى دور اتحاد الطلبة في تونس كما انتهى في مصر وانتهى في عام 70. وهذا كان تتذكر يا سي أحمد توافق مع مرض بورقيبة، مرض بورقيبة من عام 69 عام 67 جاته الإزمة القلبية، وبعدين جاته 69 الدبريشن وانهيار شوية عصبي، وسافر لباريس باش يعالج، قعد 6 أشهر. ولهذا النظام في تونس بعد حال بغياب الرئيس ما عادش تم الحيوية الموجودة وقت اللي كان هو موجود، أما هو كان حريص على الطلبة وكان دائما يسعى 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 باش يسمع الطلبة. أنذكر أنا مرة مشينا له في المؤتمر 52 مؤتمر، مشينا له وقتها نقرأ له في اللائحة تاع الاتحاد الطلبة، وقتها شو طالبين على الطلب؟ طالبين علاقات مع الاتحاد السوفيتي، كيف ليش معناش تونس علاقات علاقات مع الصين الشعبية، وطالبين الإصلاح الزراعي، ليش معنا مش إصلاح زراعي؟ فهو وصلنا الإصلاح الزراعي، هو قام قال أنا إصلاح زراعي، قال إصلاح الزراعي وقت اللي يزم أولا ننتجه ساعة باش نلقاو ما نوزعه، يزم العدالة الاجتماعية، يزم نخلق الإنتاج. والله يا سي أحمد وقتها أنا ما اقتنعتش بهالتمشي بتاع بورقيبة، وقتها شاب وكنا شوية في اليسار، فأصبحت والي في تونس الجنوبية اكتشفت ان بورقيبة عنده الحق، لانه وزعنا 1200 قطعة ارض من الاراضي اللي سحبناهم بالتعاضديات بعد انتهاء الاشتراكية بتاع الدولة. سنأتي لهذه التجربة المريرة. مريرة. وزعناهم على الناس على الفلاحين وكذا. بعد عام عملنا ما هي اراضي الفلاحين اصلا؟ دراسة. عملنا دراسة. لقينا 600 قطعة ارض وقع تأجيرهم ايجارهم. معناها الناس يخير ياخو إيجار ويرتاح. ولهذا الإصلاح الزراعي، مفهوم الإصلاح الزراعي، وقت فكرت الرئيس بورقيبة فاش قال يلزم أولا نسعى زيادة الإنتاج باش تلقى ما توزع، العدالة الاجتماعية ما تتوفر إلا بكذا ما أنا إنتاج. سألت لأنه كان يتكلم أكثر مما يتنفس. يوزع. أي طبيعة دور الحزب، طبيعة دورك في الحزب الدستوري آنذاك، وأنت قلت أنك عملت في لجنة الشؤون الخارجية في الحزب. صح. أنا وقتها كنت في اتحاد الطلبة بطبيعة الحال مكلف العلاقات الخارجية. نعم. فحبيت وقتها والله خرجت من اتحاد الطلبة عام 62، فوقتها
عملت هذه شركة بيروكس، عملت إعلان تحب إطارات، تبعث من أمريكا يتكونوا بيشجعوا يشتغلوا في تونس. فقدمت. ماذا كان عمل هذه الشركة؟ شركة تبيع الآلات، الآلات الحاسبة، وتبيع الكمبيوتر وقتها ما زالت ليش كمبيوتر، ما الآلات الحاسبة وال... نعم. وتجهيزات. شركة أمريكية طلبت موظفين، فأنت تقدمت للعمل فيها وقبلوا المطلب متاعي أن تذهب للتدريب في أمريكا. في أمريكا 6 أشهر فأسمع نعم. مدير الحزب وقتها طبعا أمريكا حليفة بورقيبة الأولى يا سيدي واش دخلنا في هذا هذه بيوك كله مع بعض. السياسة تخدم الاقتصاد وكل شيء. هذه شركة موجودة في تونس نعم. موجودة في تونس وعندها وعندها إدارة وعندها بناء مؤسسة في تونس وتحب تنتدب توانسة قولوا لهم لا باسم شو باسم الديولوجيا نعم. فلداني مدير الحزب قال كيف أنت ماشي فين تبين قلت وش تعمل كان مين محمد الصياح؟ لا وقتها سي عبد المجيد شاكر قال لي فين ماشي فين قلت وراني قررت لا قال لي أنت مكانك محذانا في الحزب هوني قلت لا سعى قال لي لا 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 أنت الآن محكوم عليك باش تواصل التجربة هذه باش نعينوك في الحزب وتشتغل فدخلت الحزب وتغنى مسارك السياسي تغير لا تغير وقتها وصلت في الحزب في الحزب دخلنا ايه طبيعه دور لجنه الشؤون الخارجيه في الحزب والله كنا كان دورنا هو اولا سعى الاتصال بالحركات الحركات التحرريه في افريقيا حركات افريقيا ايه الدول اللي زرتها والله وقت زرنا مدغشقر مشيت لمدغشقر مشينا للسودان مشينا لمصر فهمتني فزرنا عده بلدان وحضرنا في عده اجتماعات كنتوا تلتقوا مع من في هذه البلاد مع زعماء خاصة الأفارقة بتاع كينيا وبتاع أفريقيا الجنوبية اللي كانوا مضطهدين وكانوا يقاوموا من أجل الاستعمار وكانوا يجوا لتونس باش تحصلوا على إعانات وتسليح فكان يستقبلهم سلباهي الأضغب كاتب دولة للرئاسة وهو ينظم معهم بواخر بتاع الأسلحة اللي مين كان بيكلفك بالمهام؟ مدير الحزب مدير الحزب بشكل مباشر مش مباشر عندنا ما الذي أضافته هذه التجربة إليك؟ والله التجربة هذه أولا سعى تسعت الأفق بتاعك وأصبحت أنا في هذه الحال مختص شوية في الشؤون الخارجية وفي الحركات التحررية الأفريقية وخاصة كنا باتصال مستمر مع أنغولا مع الحركة الثورية في أنغولا خاصة ذاك جيلمور اللي هو خصام الحرب فكانوا يجون الزعماء تاع أنغولا لتونس وعديد من الحركات وباتصال بتاعت الحال بالحزب حزب التحرير وبالأحزاب المغاربة فكانت تنظم ندوات في المغرب ولا في الجزائر ندوات حول المغرب العربي كنا نشاركه كحزب كعلاقات خارجية نظمنا شوية الأمور بعد فهذه أضافت بتاع الاتحاد لتجربتي في اتحاد الطلبة معناها أضافت معناها مردود نجم نقول في التكوين بتاعي بعدما تخلص بورقيبة من بن يوسف تزوج من وسيلة تخلص من معظم خصومه في 20 ديسمبر كانون الأول عام 1962 وقعت محاولة انقلابية هزت قصر قرطاج ما معلوماتك عن هذه المحاولة؟ في آخر ديسمبر موجودين في الحزب وسمعنا بالمؤامرة المحاولة هذه اللي كان اللي حرك فيها كان هذا مقاوم معروف واسمه لازهر الشرايتي نعم لازهر الشرايتي هو هذا كان شارك في حرب فلسطين عام 42 وتدرب في الجولان في سوريا تدرب في الجولان ورجع لتونس في هذا الحال وتجند للي مع جماعة اللي كانوا في انتقال الحركة الوطنية الشيخ عبد العزيز العكرمي والضابط حشاني وال مجموعة كاملة كانت فهو بتاعت حال قنعوه رغم اللي يعطوه أنا عاملته الحكومة وعامله الباهي وعامله الرئيس معاملة طيبة كان ساكن الجملة في قصر الباهي في خارج تونس أعطوه قصر يسكن فيه وأعطوه رخص متاع نقل هذا عنده مردود وأعطوه ضيعة في منطقة في الزراعية في لحية ولكن طموح شخصي معناها داروا به الجماعة عبد العزيز العكرمي بن قفصة والحشاني وبنبلي داروا به المجموعة هذه وبطبيعة الحال لقاو سند كبير هو مرافق العسكري المرافق للرئيس اللي هو دائما معاه اسمه هذا كبير المحرزي اللي هو خذا معناها كان معناها باش حسب المعلومات الموجودة كان هو اللي باش يوصلهم حتى البيت النوم تاع غرفة النوم تاع الرئيس كان مرافقا للرئيس ويستطيع دخول القصر في اي وقت إيه وكانت الخطة يعني ستنجح بنسبة كبيرة جدا لولا هذا ضابط اسمه التكابري مشى في اخر لحظة ساعات قبل ما يقع الانقلاب وساعات ما تم مشى علم سي الباهي الأضغب الله يرحمه رئيس الوزراء رئيس وزراء كتب الدولة للرئاسة واعطاه كل التفاصيل فكان من السهل قبض عليهم الكل جماعة
قبضوا عليهم قبل ساعات وفشلت المحاولة. ايوه فشلت المحاولة وحكموا بالإعدام على 11 ستة من المدنيين على رأسهم الشيخ عبد العزيز الأكرمي وخمسة من العسكريين على رأسهم الضابط حشاني. عقوبة الإعدام خفضت على شخصين من بينهم ابن أخ محمود المطري، ومحمود المطري هو أحد مؤسسي حزب الاستقلال مع بورقيبة. صحيح. 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 الذي هو الآن صهر الرئيس زين العابدين بن علي. صح ابنه ما أخو بنت. ابنه متزوج من ابنة زين العابدين بن علي. صح. أعدم الجميع في 16 يناير كانون الثاني عام 63. صح. محاكمة سريعة جدا. صحيح. في المحكمة العسكرية. لأنه ما اعترفوا. ما أثر هذه المحاولة على بورقيبة؟ أثرت كثير حسب ما نعرف. كان متأثر كثير، ما كانش يتصور أنه تقع محاولة ضده بالطريقة هذه. فبطبيعة الحال عمل خطاب، جاء من منطقة اسمها الكاف وعمل خطاب بعد موقع إعدام الجماعة، عمل خطاب شعبي وبتعرف أجرى، أدخل تحويرات على تنظيم الحزب وتنظيم الجيش بطبيعة الحال. أصبح يعني ينظر بقلق وعدم ارتياح إلى الجيش، ويعتبره مصدرا مهددا لسلطته. وألغى كان الحزب الشيوعي مرخص فيه، ألغى الرخصة تاع الحزب الشيوعي ونظم إعادة تنظيم الحزب بطريقة أنه يصبح الوالي عنده سلطة على الحزب في الجهة بشي يجتنبوا الازدواجية. فكان تحقيق عملية أثرت كثير على معنويات بورقيبة وعلى التمشي بتاعه، وأخذ وشعر الإيكانوزب أخذ الحيطة من الجيش. محمد مزالي رئيس الوزراء السابق أو الوزير الأول للرئاسة كما كان يطلق عليه، أو كاتب الدولة الأول للرئاسة، محمد مزالي كان وزير الأول. في شهادته معي على العصر قال إن هذه المحاولة جعلت بورقيبة يحتاط ويحذر من الجيش ويقزمه ويقزم ميزانيته، حتى أن ميزانية الجيش لم تكن تتعدى 5% من ميزانية الحكومة. أنت كنت كاتبا للدولة للدفاع بعد ذلك؟ بعدين لا، أنا ما كانش. طيب. كانت أكثر، احنا وصلنا 18% أو 20%. الجيوش في الدول العربية الأخرى بتاخد 80%. أي هي وزادت. لا وزادت. احنا أختها، أنا أختي اللي أصبحت كاتب دولة للدفاع، لمعلوماتك أنه الشكون رئيس الحكومة هو سيدي هادي نويرة الله يرحمه. كان سيدي هادي نويرة اقتصادي وكان شغوف بالتطور الاقتصادي بتاع تونس، فكان يعتبر أنه الاستثمارات في الجيش أو صرف المال على الميزانية على الجيش هذا من شأنه باش يكون معناه يعطل المسيرة الاقتصادية. هيك كان يوم الأيام حبينا نشتريه ميراج، طيارة ميراج، فطلب مني باش أعمل له دراسة، فاستدعيت جماعة الجيش الطيران وعملنا دراسة كم تتكلف التعهد، لأنه الطائرة تشتريها طيب وبعدين لازم الطائرة تطير على حسب ما قالوا لي الفنيين والعهدة عليهم 10 ساعات في الأسبوع. كل ساعة تتكلف 6,000 دينار ولا قداش. عملنا الحساب لقاها هذا يستر ميزانية وزارة الدفاع وقتها. سيدي هادي نيرة طيارة الوحدة واحدة هي. فوقتها سيدي هادي نيرة الله يرحمه قال لي أغلق الملف. طبعا الأسطول السادس بحميكم. لا 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 بيحمينا والله يحمينا. سنتي لا 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 لا. طبعا بعد هذه المحاولة عقد بورقيبة كل ترتيباته مع الأمريكان أن يقوم الأسطول السادس الأمريكي بحماية تونس ونظامه في مقابل أن يصبح هو أيضا متعاونا مع الأمريكان إلى حد بعيد. والله أول مرة نسمع بها البقولة. أنت كاتب الدولة للدفاع وما شفتش أي اتفاقات من لا 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 ما عندنا حتى اتفاقية عسكرية. طب قولي طبيعة الاتفاقات بينكم وبين ما عندنا حتى اتفاقية عسكرية. يعني الاتفاق شفهي مع الأمريكان؟ لا عندنا اتفاقات، اتفاق في التكوين. أيوة. كل سنة يعطيونا منحة باش نكونوا بها إطارات يمشيوا لأمريكا، وعطينا منحة وقروض باش نشتريوا قطاع غيار. لله في لله كده لله في الأمريكان. لله. هو يعاونوا في الدول الكل. يعاونوا في الدول كل واعتبار مش حاجة لا وباعتبار بورقيبة في مقابل اي بورقيبة صديقهم. والصداقة دي ان شاء الله منين كده وقتها يعني. تتذكر سي احمد ما تنساش الحرب الباردة، وكان مشكلهم هو كيف معناه مقاومة الشيوعية، فعندهم حليف بورقيبة صديقهم هو ضد الشيوعية. الحليف ده مش ببلاش،
اتفاقات مرتبة ومعدة. والله شوف سي أحمد تعرض للمحاولة هذه، قال لهم أنا هلغي الجيش وأنتوا تولوا حمايتي. سمحني الأسطول السادس كان دائما كان يتحدث وزير الداخلية في مذكراته وفي شهادته مع أهل العصر الطارب الخوجة، قال إن الأسطول السادس كان الملجأ الأول والأخير عند أي تهديد يصل إلى تونس. أنا كيف تقع مشاكل نطلب واحنا أيوة الحكومة تطلب الأسطول السادس، عمره ما تدخل عمره ما تدخل بس خلاص انت عارف ان الأسطول السادس اللي بيحميك. انا بعدين مشيت للجزائر سي احمد عارف عام 83 باتفاق مع الرئيس ومع سي محمد مزال رحمه انت، ومشيت قابلت الرئيس من جديد قلت له ما انتم محترزين حول اتصالنا بالامريكان بخصوص مشاكل المنطقه وكذا وكذا، قلت له اذا كان انتم نلقاو حل باش كونوا هالمنطقه هذه تاع المغرب العربي تعيش بدون مشاكل ونحترموا بعضنا والجيران ما يقوموا بأشياء من شأنهم باش يزعزعوا الاستقرار في البلد الثاني، فانتهى ما عادش عندنا موجب باش نديو الامريكان او الفرنساويين او غيره. ما ثماش اتفاقيه عسكريه، ثم اتفاقيه تعاون عندها دولي. ايوه تعاون موجوده حتى بين لبنان تحت اي بند، حتى لبنان موجود حاليا كده، ده اللي احنا عايزين نوصل في لبنان موجود تعاون موجود قروض دلوقتي الدنيا موجود. كلها اتفتحت وفي قواعد امريكيه، لكن انا بتكلم ان بورقيبه كان سباقا في العام 62 ورتب امور مع الامريكان بدري، لا الترتيب من 42 حتى، لا لا الترتيب حتى من 56 يا شيخ ياسي احمد كي تراجع. قول لي ايه طبيعه الترتيب ده اتفاقيه التعاون؟ هات نقوله قول لي. عام 56 وقت اللي في تونس استقلت، نعم، وفي تونس كونت الجيش بتاعها، فرنسا ما اعطتنا شيء باعتبار خايفة لنعاونوا الثورة الجزائرية، رغم أن معظم الجيش أنذاك كان من جنود وضباط فرنسا، ضباط بصفة خاصة ضباط فرنسا كانوا في الثورة الجزائرية. ولكن فرنسا مدة 6 سنوات حتى الاستقلال الجزائر مع تونس حتى إعانة، بل بالعكس حتى الإعانات المالية حبستهم معناها ألغاتهم الإعانات المالية منهم. مرة عام 57-58 عندنا جزء من الملايير كانوا باش يجيو للخزينة في نطاق مشاريع برامج اقتصادية وقفوا. لذلك الدولة الوحيدة اللي عاونت تونس وعطتها تجهيزات وعطتها بعض دبابات وعطتها بعض سيارات تنقل للجيش هي أمريكا. أيوة في إطار اتفاق، في نطاق اتفاق أمريكا ما بتطلعش جنيه من الخزنة إلا باتفاق، اتفاق بعطيك وتعطيني، اتفاق إعانة، شو اللي فيه اتفاق إعانة مقابل هذا الدولة صديقة تونس. يعني تونس كل تونس. المعونات أمريكا بتوزع معونات كده لله، أمريكا بتوزع معونات مقابل اتفاقات أو لمسة اتفاقية. طيب عارفين أن بورقيبة صديقة، عارفين أن بورقيبة الصداقة ديت مش قاعدة كده بشرب شاي، الصداقة دي عند الأمريكان حاجة مكتوبة، طيب تعهد، وعارفين مقتنعين أن بورقيبة ضد الشيوعية، أن بورقيبة معناها من هو يقول أنه تابع للغرب وتابع للمعسكر الغربي هذا الكل، جعلت الامريكان يعاونوه، فنقول بالحسن حظه ان القى الامريكان يعاونوه، لو كان فكر في ظرف هذاك في عام وعاونونا مش اقتصاديا، عطاونا وقت زيت السوجة، عطاونا اعانه في القمح، وقفت فرنسا علينا كل شيء. تصورتي دوله مستقله مع موردها قليله مشاكل كبيره، امريكا صدر الحلول موجود. استقلت تونس يا أحمد عام 56 حسب الأرقام اللي شفتهم أنا بعدين 500 ألف عاطل على العمل، وقت 3 ملايين في تونس سكان الوقت العاطل، 500 ألف عاطل، العاطلين كم الوقت؟ لا مش 500 ألف، لا أقل، ثم عدد العاطلين في تونس كبير وموجود حسب البنك الدولي، وخاصة في تونس الآن حاليا المشكل الكبير هو البطالة عند أصحاب الشهائد العليا نتيجة سياسات بورقيبة. هذه علاش بورقيبة مسكين باقي في كل شيء؟ بورقيبة هو عمل المدارس وعمل الجامعات وعمل الكليات وعمل مدارس التكوين ومدارس مهندسين، إذا كان التوانسة المسؤولين 20 سنة ولا 35 سنة ما عندهمش الكفاية، ما عندهمش خيال، ما عندهمش ثقافة إيجاد حلول للمشاكل بتاع المجتمع التونسي، شو ذنبه بورقيبة مسكين؟ قل لنا إيه اللي الأمريكان تعهدوا به إلى بورقيبة؟ أنا مانيش حاضر سي عام 62 يا شيخ، أنا ما كنتش حاضر، أما اللي نعرفه أنا شخصيا كنت كدولة للدفاع عام 74، اللي نعرفه العلاقات طيبة
كده يعني لا علاقات ايه مثلا علاقات شو علاقات شو علاقات انه ثم تعاون وحمايه للنظام. قل لي هل هي مصادفه ان كل تقريبا او معظم حرس السفارات الامريكيه في العالم العربي توانسه؟ هذا ما عرفهاش الاستعمال يعني. ما كانش فيه ترتيبات عليها حاليا توا حاليا توا معناها الحراس بتاع السفارات الامريكيه في معظمهم يعني لابد التوانسة شاطرين متكونين شاطرين جدا متكونين تكوين في الأمن أشطر ناس ممتاز. في الأمن حتى مقر وزراء الداخلية العرب في تونس يعني أنتوا بتوع أمن نمرة واحد عندنا اختصاص نجحنا فيه يا سيدي يا سيدي أحمد ليش هذا من حسن حظنا أن عندنا اختصاص مختصين في الأمن طيب نسجلوه بارتياح على الأقل ما عندي لا أما أكد لك يا سيدي أحمد لا ثم قواعد عسكرية في تونس لا ثم اتفاقات سريه ما فيش ثم صداقه ثم تعاون الاسطول السادس مش محتاج قاعده يعمل قاعده أيه مش على السواحل البر مش محتاج لا انا بدي مشيت الباخره سنعاون الامريكان معليش مشيت ركبت في الباخره هذه نيميتس بالليله عند الضابط صدعاني حينما كنت كاتبا لدوله الدفاع مشيت لباليرمو وهزوني في طياره خاصه وضعوني وبط في الباخره حاجة حاجة عظيمة تطمن على الحماية التونس تطمن على الحماية التونس اشكم ربي يا سي أحمد والله ما كنا خايفين للدرجة هذه والله ما كان الهاجس هذا موجود أمريكا معكم والله ما كان الهاجس شكون ضدنا الجزائر صديقة ليبيا صديقة مين لا 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 ما أنا هاجي لك ليبيا والجزائر شو الخطر هاجي الخطر ليبيا والجزائر لا 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 سنأتي له بالتفصيل أنا عندي سؤال هنا مهم عن ما كانش في حساباتنا أنا على الأقل في مستوى وزارة الدفاع الحسابات ما كانش في الناحية هذه كانت نخافوا من عمليات إرهابية لا لا ما كانش في إرهاب أيام هناك سؤال ما لقيتش له إجابة تفضل الطيب المهيري كان وزير الداخلية سنة 62 صحيح والمحاولة الانقلابية هذه كانت تعتبر اختراق له ولدوره وتجاوزا له صحيح بورقيبة لماذا لم يستطع أن يطيح به وبقي المهيري في منصبه إلى أن مات بالسكر تقريبا سنة 65 والله إيه بتاعت حال هذا سؤال وجيه اللي بلغني بلغني ما أنا ما كنتش حاضر ما بعد طلعت عليه في المذكرات أنه الرئيس حب يغيره حب يغيره فنداه في ديسمبر أو أول جانفي نداه إلى مقر إقامته في الكاف في الشمال مش بعيد على الحدود الجزائرية كان عنده غادي يمشي الغادي لأن الهواء نقي وبرقيبة كان مرض بمرض حشاك السل هو شاب في 19 ده شكله مرض أمراض الدنيا كلها بس لا ما ماتش لو عنده 100 سنة ومن حسن حظه أنه في عائلته هما يعيشوا كثير أبوه نفس الشيء وأمه نفس الشيء 100 سنة يعني هو عاش 100 هو مولود عام 1903 مات عام 1900 بيقولوا في روايات انه 1900 بيقولوا في روايات 1900 طبعا لان اديله 100 سنه هو وقف القرن كامل كان محافظ على انضباط صحي وانضباط في الاكل لا مثيل له كيف اقول لنا بقى طالما والله يا سي احمد عشان انضباط. نحاول نعيش 100 سنه احنا رفيز ربنا يدينا العمر كان قادر على الانضباط هذا تعيش 100 سنه لانه كان حارب نفسه من كل شيء كان اكله سهل وصحي إلى درجة متناهية. كيف كان يأكل؟ كان شوية سمك طايب في الماء شوية زيت زيتونة وشوية بسكوت وما كان يأكل فواكه إلا طايبة في الماء خاصة الخوخ طايب في الماء أو كعب ياغورت قليلا أو شوية بامية طايبة في الماء زادة كمان أو دجاج هذه اللحم ولا, 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 ولا يذوق اللحم ولا يأكل فواكه لا لا شمام ولا بطيء صحيح كان يأكل في مواعيد دقيقة لا يغيرها كان منضبط في الأكل إذا كان الغداء يقولوا للطبيب ساعة واحدة يزم ساعة واحدة يزم ينام ساعة عشرة ينام ساعة عشرة يزم يستيقظ أصبع الساعة خمسة يستيقظ ساعة خمسة كان يزم يشرب الدواء في الوقت الفلاني كان حريص على الانضباط بطريقة مهولة فهذا جعله حتى عمره شكون اللي قال لي مرة قال لي هو عمره 95 ولا 92 عام وعمل هكا بحث صحي تحليل تحليل ما بقى عنده لا سكر لا 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 واحدة لا غل لا لا, لا دم لا مرام ولا مشاكل ولا مشكل عنده مرام مدام حافظ على هالانضباط هذا
ومحافظ على التوقيت ومحافظ على الدواء ومحافظ على كل شيء، عاش الفترة كلها تم. أرجع للطيب هيني قلت لك على حسب مبلغني نداه الرئيس بعد اسمع بالحول الانقلاب، قالوا حان الوقت الآن مش نغيره. قالوا لا أنا باقي وزير الداخلية ما دام كنت رئيس دولة. فعلا هذا لأن أنا قريتها في أحد المصادر. هذه صحيحة. هذه صحيحة. ووقتها معناه هو معنى ذلك أن الطيب المهيري فرض نفسه على الرئيس. أي فرض نفسه وقتها فرض نفسه. والرئيس لم يستطع أن يزيله. أي معتز بنفسه. هل صحيح أن التحالف الوثيق بينه وبين وسيلة بن عمار لعب دورا أيضا في هذه القوة التي كان يفرض بها نفسه على بورقيبة؟ ممكن. بطبيعة الحال هذه زوجته وهي عندها ثقة في الطيب المهيري. معناها كلنا نتأثر سي أحمد. أنت لابد تتأثر في بيتك وما تقول زوجتك وأنا نتأثر. دي مصالح بلد الوقت. مصالح بلد. لكن الشخص لا. طيب المهيري كشخص محترم، شخص يفرض الاحترام، وفي وطني قادر، معناها ما ثماش كل عنده كل الأوصاف، عنده شعبية في تونس، شعبية عند المناضلين. في الحقيقة مالي الساحة، مالي منصبه كفر، مش تأييد وسيلة أو إعانتها ليه أو الكلام الطيب اللي قالته في طيب المهيري الله يرحمه لدى بورقيبة، مشكلة مش جزافا كما يقول. ألم يفكر بورقيبة بعد المحاولة الانقلابية أن يعيد ترتيب أوراقه مع الشعب؟ لا سيما أن المحاولة الانقلابية كان فيها مدنيين وعسكريين وأثبتت أن الشعب التونسي بدأ يكرهه وأنه لم يحقق له آماله وأن الوعود التي وعد بها الناس بعد 6 سنوات لم يحقق منها شيئا. والله يعني أنا أولا سخرت الحكم هذا قاسي على بورقيبة وقتها يا سي أحمد. ما تصورش الشعب التونسي استنتج من هالمحاولة هذه، استنتج الكلام اللي كنت تقول فيه أنت أنه حكم على نظام تاع بورقيبة. أنا ما نصور ليه وما سمعتوش هذا، ما سمعته أنا. طب بورقيبة ليه ما عادش النظر ما شافش دول ما الذي دفع هؤلاء الناس إلى الانقلاب عليه؟ عاد النظر بطريقته، غير مدير الأمن سمى سلبيجي قيد سبسي. هو كان كل اللي بيعمله كده أنه كان يغير ناس. ألغى الرخصة للحزب الشيوعي، نظم الحزب، نظم صفوف الحزب، أعطى السلطة للوالي على الحزب، نظم ديمقراطية أكثر داخل الحزب. من عمل الإجراءات اللي اعتبرها هو كافية، ما كانش فيه رفض للبورقيبة، بل بالعكس كانوا الناس يعتبروا هالمغامرة هذه كانت تهز تونس إلى الهاوية. لأنه الأشخاص اللي كانوا باش يكونوا في تصور بالك سي أحمد، الأزهر الشريطي واحد جاهل باش يكون رئيس دولة، معقولة هذه؟ تصور أنت سي بنبني ولا سي الحشاني ولا عبد العزيز العكرمي باش يولي زعماء في تونس؟ في ناس جاهلة كثير. وشو مشروعهم؟ شو المشروع؟ كانوا هو ايه كان مشروع بورقيبة اصلا؟ عنده مشروع بورقيبة غير الهجوم على الاسلام وعلى هوية الناس وعلى ثقافتهم. عنده الشرعية، اي شرعية خدها من الفرنسيين؟ عنده مشروع. نعم الفرنسيين والامريكان اللي ادوا له الشرعية؟ لا عنده شرعية شعبية بال 99.9% 10 سوجة. اما انا هاجي لك على الانتخابات اللي كنتوا بتعملوها 99%. لا خلي ذاك بعدين، اما نتكلم في ما هي دي الشرعية اللي بورقيبة 56 اللي الشرعية خذ بها 10 سنوات سجن كفاح من عام 34 صنع 34 هو صامت خطة معظم المكافحين قتلوا، خطة لتخليص تونس من الاستعمار، وخطة ذكية ما لأنه كان يؤمن بأنه يجب ننجحوا بأقل التكاليف. تخليص وفعلا نجحت تونس بأقل التكاليف. فين النجاح تقول لي؟ نجاح الاستقلال. أي استقلال؟ شو الاستقلال؟ استقلال تام. إذا في استعمار ثقافي لا زال قائم. لا زال قائم. هذاك حاجة، هذاك نصيب الدول، عدة دول. الاستقلال الذي حازته معظم الدول هو استقلال شكلي. الفرنساويين خرجوا، الجلاء وقع، بنزرت وقع الجلاء، القواعد العسكرية الفرنساوية داخل الجمهورية خرجوا. هذا كله التعليم أصبح تونسي. استقلال التعليم أصبح الشعب استقل، الشعب أخذ حقوقه، الشعب أخذ حريته، الشعب أخذ ديمقراطيته. هل أخذ الشعب شيئا من هذا؟ هل أخذ الشعب حقه وأصبح يعيش شعبا حرا كريما أم تحت سلطة وجبروت الأمن والديكتاتورية والاستبداد؟ والله يا سي أحمد حبيت نرجع لك الفترة هذيك أنا ما كنتش مسؤول في هذيك، ولكن كانت كل الدول الإفريقية برنامجها هو الحزب الواحد، وأنا ثقافة الحزب الواحد. ما تطلبش مني أنا مسؤول، تكونت في الحزب الواحد وفتحت عيني في الحزب الواحد وفي ثقافة الحزب الواحد وفي الزعيم الأوحد، تطلب مني باش نكون ديمقراطي. إذن لا تقول لي أنه جاء بالديمقراطية وجاء بالاستقلال. هو جاء ما فيش استقلال طالما في حزب واحد. لا هو جاء بالاستقلال وكان يقول الديمقراطية، ما ناش جاهزين الآن للديمقراطية، وكان صريح على الأقل. هم ليه أوصياء على عقول الشعوب؟ مصر كان فيها أفضل نظام ديمقراطي قبل 52. صحيح.
صحيح صحيح. هذا نحكي لك على برقيمة ما كانش كان دائما يصارح الشعب التونسي ويقول الديمقراطية ما هيش وقتها الآن، الآن هو العمل من أجل تنمية البلد وإيجاد حلول لمشاكلنا. نماها جاب حلول للمشاكل. لا حسنت البلد يا سي أحمد، أنا عشت في تونس عام 56 و 57 و 58 وعشت في الأحياء الشعبية ونعرف شو سنأت للتجربة هي. الاشتراكية ومجرد لا الاشتراكية كانت كارثة. لا أما بالنسبة العامة تونس تورط هي مش تجربة برقيبة ولا تجربتي أنا، تجربة برقيبة لا وتحمل مسؤوليتها. عام 70 قال أنا مسؤول برقيبة، قال أنا عقدت مسؤول. عقدت قمة عربية في القاهرة في العام 64، أنت حضرتها مع برقيبة؟ لا لا ما عندي حتى صفة. حضرها طبعا محمد مزالي وروى في شهادتي على العصر تفاصيلها. ينقل عن برقيبة أنه في العام 57 قال إن إسرائيل بعثت من اللاشرعية الدولية وأنه لن يعترف بها ما لم تحل مشاكلها مع العرب، ووصف هذا بأنه استعداد مبكر من قبل برقيبة للاعتراف بإسرائيل. في فبراير ومارس قام بجولة عربية 65، زار مصر والسعودية والأردن وذهب إلى أريحة في الضفة الغربية وقال خطابه المشهور هناك. ما انعكاس هذا الخطاب على وضعية برقيبة؟ لا سيما وأنه قيل أن عبد الناصر وافقه، محمد مزالي قال لي أنا كنت حاضرا وعبد الناصر قال له أنا أوافق على هذا ولكن لا أستطيع أن أتحدث به لأن أنا أخاطب الشعوب خطاب آخر. اجهر أنت بالصلح مع إسرائيل وأنا معك. وأعاد هالتصريح هذا عبد الناصر على ما قلت أخيرا، أعادوا بعد هزيمة 67، قال لي ريت نسمعنا كلام الرئيس برقيبة لأنه أول دولة عربية رئيس دولة عربية كان صريح وكان الشيء اللي قاله معقول. برقيبة كان يقول أن على العرب أن يقبلوا بقرار التقسيم صح الذي صدر في العام 47 فنادى بهذا في العام 65. هو يعتبر أنه التمشي اللي يكون موجود في القضية الفلسطينية أولا ساعة ما يزموش الدول العربية تاخذ مكان الشعب الفلسطيني، يزم الشعب الفلسطيني ياخذ مصيره، مسؤول على مصيره، واللي قرروا الفلسطينيين احنا موافقين عليه. هذا اول مبدا. المبدا الثاني انه اذا كانت الدول العربيه بعض الدول تحب تعاون قضيه فلسطينيه فعليها كان تعاون حسب طلبات وحسب حاجيات الشعب الفلسطيني. الشيء الثالث والاهم يقول لك المرجعيه الدوليه هي مرجعيه قانونيه، فيه قرار من الامم المتحده في خلق دولتين بطاقه ولاده لدولتين، ليش رفضنا ونطلبوا نستعملوا؟ هما اسرائيل استعملت الورقه بطاقه الولاده. نعم. ليش احنا نرفضوا هالبطاقه هذه؟ ناخذوها بطاقه ولادتنا ونطالبوا ندخلوا في الشرعيه الدوليه. وقتها خونوه، حرقوا صارتنا في القاهره، مظاهرات في بيروت، وقامت القيامه، قامت القيامه، وتشوشت علاقتنا مع مصر كما تعرفوا كذا. ولو عبد الناصر كما قال سي محمد مزالي رحمه معناها كان معناها صرح قال له إذا كانت تقدر تقول طبعا هذا بتقول. الكلام من برقيبة في هذا الوقت كان يعتبر كلام ممتاز جدا، لكن في العام 65 ولم تكن الضفة الغربية احتلت ولا غزة احتلت ولا الجولان احتلت، كل هذا لم يكن قد تم احتلاله. حينما نادى به برقيبة آنذاك قام عبد الناصر كان يخطب في الجماهير خطاب آخر صحيح، رغم أن هذا الذي كان يقوله برقيبة كان يعتبر الآن شيء ممتاز جدا بالنسبة لما يطالب به العرب. ونتذكر وقتها نتذكر بعد مات برقيبة طلعت على عدة مقالات في الصحف الأردنية والفلسطينية قلوا يا ريت نسمعنا كلام برقيبة، يا ريت ما خلناش ما تركناش الفرصة تمر تاع خطاب برقيبة تاع أريحة، ولا رأي القضية الفلسطينية ما خطات شوط كبير، يا ريت. ولكن كلمة يا ريت ما تفضل مشكلة. هو تعرف برقيبة وقت اللي أمضى الرئيس عرفات اتفاقية 93 نعم بلغني قال عمل تعليق هكا قال قليلا ومتأخر جدا، الحل هذا قليل ومتأخر إن برقيبة قال هذا الكلام. أي قليلا، وكان عمره 93 سنة. أي وقتها كان لا كان عنده كانت عنده رؤية وكان فاهم القضية، وإذا كان ثم قضية درسها منيح هو شخصيا من عام 46 و47 هي القضية الفلسطينية. برقيبة في أذار مارس عام 1963 رغم أنه لم يكن زار الاتحاد السوفيتي قط صح، لم يكن يقيم علاقات مع السوفيت صح، كان يكره الشيوعية ويكره اليسارية بشكل كامل، لكنه أعلن عن تجربته الاشتراكية التي أغرق فيها الشعب التونسي إلى العام 69، وكانت تجربة مليئة بالمآسي. أسمع منك أو نتناول تفاصيل هذه التجربة في الحلقة القادمة.
تفضل. شكرا جزيلا لك. شكرا لك. كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم. في الحلقة القادمة إن شاء الله نواصل الاستماع إلى شهادة السيد أحمد بن نور مدير الأمن والمخابرات التونسي الأسبق. في الختام أنقل لكم تحية فريق البرنامج، وهذا أحمد منصور يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.